أحسن الله إليكم. هذه الأخت زينب تقول لصديقة أمرها الأطباء بترك العمل ولزوم الراحة لأنها حامل، فخالفت هذه الأوامر الطبية وأسقطت جنينا ميتا في الشهر الخامس، من وذلك بسبب ترددها على عملها. إذا كان الأطباء نصحوا لها بأن تترك العمل لأنه يؤثر على الجنين وخالفت ذلك وسقط الجنين بسبب ذلك، إنها مخطئة، يكون عليها كفارة صيام شهرين متتابعين إذا بلغ الطفل 4 أشهر، لأنه في هذا الوقت نفخت فيه الروح، فيلزمها كفارة لأنها مفرطة في هذا الشيء وتسببة في قتل هذا الطفل. نعم.